صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله قرار رقم 5 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. ونصت المادة الأولى من القرار أنه يعاد تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين عن القطاع الحكومي والقطاع الأهلي على النحو التالي: الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة ممثلا عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيدة مي حسن العسومي ممثلا عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيدة سحر راشد المناعي ممثلا عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور أحمد بلالة الأنصاري ممثلا عن المؤسسات الوطنية لخدمات المعوقين، السيد محمد راشد السويدي ممثلا عن وزارة الخارجية، السيد خالد محمود السعيدي ممثلا عن وزارة التربية والتعليم، المهندس سامي عبد الله جنبر ممثلا عن وزارة الإسكان، الدكتورة رحاب مرزوق المرزوق ممثلا عن وزارة الصحة، المهندسة راوية خليفة المناعي ممثلا عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المهندسة مريم عبد الله أمين ممثلا عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المهندس سيد بدر العلوي ممثلا عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، السيدة رانيا أحمد الجرف ممثلا عن المجلس الأعلى للمرأة، السيدة ميسة عبد اللطيف الذوادي ممثلا عن وزارة شؤون الإعلام، السيد يوسف أحمد محمد إبراهيم ممثلا عن ديوان الخدمة المدنية، السيد محمد حمد فليفل ممثلا عن وزارة شؤون الشباب والرياضة، السيد يوسف صلاح الدين إبراهيم ممثلا عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، الشيخ محمد بن دعي بن خليفة آل خليفة ممثلا عن اللجنة البارالمبية البحرينية، السيد جاسم محمد سيادي ممثلا عن الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، السيد عادل سلطان المطوع ممثلا عن المركز البحريني للحراك الدولي. وجاء في القرار أن مدة العضوية في اللجنة 2 قابلة للتجديد، وينتخب أعضاء اللجنة نائبا للرئيس في أول اجتماع لهم.